استعراض مباريات اليوم النهارده في مباراه يعني من العيار الثقيل، الساعه 6 انجلترا مع المانيا، بطوله اليورو والمراحل الحاسمه ومرحله نوك اوت خروج المغلوب مباشره. امبارح كلنا شفنا المفاجاه المدويه بخروج فرنسا بطله العالم امام سويسرا، لكن النهارده الساعه 6 انجلترا والمانيا، الساعه 9 السويد واوكرانيا. لكن طبعا مباراه انجلترا والمانيا كل هيكون حريص على متابعتها، لانها مباراه بنسبه كبيره اللي هيكسب هذه المباراه هيكون موجود في المباراه النهائيه. وانا اتمنى على المستوى الشخصي يكون الفاينل ما بين المانيا وايطاليا، هنشوف مباراه كبيره جدا في نهائي اليورو خلال هذه البطوله القويه جدا. دي مباريات النهارده في اليورو، لكن بالطبع خلال الفتره القادمه عندنا كلام مهم جدا. الاهلي يستأنف مشواره المحلي وما زالت هناك تفاصيل مهمه.